السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال والله العظيم غير هذه الأيام رانا مع فريد معطاوي اللي راهو يعطينا حقائق، حبينا ولا كرهنا، حقائق للشعب الجزائري كله حاب يعرفها وحاب يعلمها. اليوم فريد معطاوي يتكلم كثير وكثير على الفساد اللي كان في الاتحادية الماضية. اليوم تكلم على أديداس وتكلم على أموال طائلة خرجت من الاتحادية اللي فاتت، وجبد انه 4 ملاير وشوية و 200 مليون ولا 4 ملاير وشوية دراهم. قال لك هذا على لسان فريد معطاوي، قال لك راحت في البيتزا وحلويات في الاتحادية في دورة دارتها الجزائر. قال لك مانيش عارف عليه من هو يحكي، لا على الالعاب العربية ولا العاب العربية المتوسط ولا الشان تاع دراري صغار هذيك، والله ما على بالي عليه. من اسمعوا معنا فريد معطاوي واش تكلم، وللحديث بقية. حدث على الاتحادية، سمعنا مرارا وتكرارا على مدار سنوات البعض يتحدث ويقول لك من مهام الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم هو الالتفات لإصلاح المنظومة الكروية المحلية وليس المنتخب الوطني الأول. كيف لهذه الفيدرالية أن تلتفت لإصلاح هذه المنظومة وهي تشاهد بأم أعينها في الشهر الأول منذ تنصيبها أن هناك مشاكل كبيرة وعويصة يعاني منها المنتخب الوطني الأول الذي هو واجهة الكرة الجزائرية؟ تخيل يا أمين، تخيل لو أعطيتك بعض المعطيات لأصبت بالدهشة. المنتخب الوطني الأول وهذه الفيدرالية وهي يعني تنصب يعني في الشهر الأول في عملها، وجدت هناك بعض الفراغات في الخزينة، يعني تكاد تجل وتسمع بعض المعطيات. هناك مليونين من الأورو، يعني لا أقول فائض مثل ما كان يتحدث البعض ويقول لك الفيدرالية في بحبوحة مالية. وجدت أن هناك يعني مبلغ يقدر بمليوني الأورو لم تتحصل عليها الفيدرالية من المتعامل الألبسة الرياضية الذي هو متعاقد مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. وأكد لك معطى آخر يا أمين، أن على مدار سنتين أو 3 سنوات المنتخب الوطني الجزائري كان يلعب بأقمصة تشترى من 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 مناطق غير مؤهلة. سمعتوا خوتنا الكرام، والله العظيم غير فضائح كثيرة. على كل حال في الاتحادية الماضية، أتكلم عن الماضية، لما جت الاتحادية جديدة اكتشفت عدة ثغرات تاع أموال، اكتشفت عدة أمور. قال لك حتى الألبسة ولاو يتشراو محوانت نورمال، ما عندنا زعما المتعامل أديداس هذاك مانيش عارف دراهمو كيفاش وكيفاش، والله ما على بالي كيفاش كانوا يديروا معاه. لكن قال لك الألبسة الوطن تاع المنتخب الوطني الواجهة تاع كرة القدم الجزائرية، كان الألبسة ديالو يشريها من الحانوت. خاوتنا زيدوا تابعوا معنا، زيدوا مازال زيدوا تسمعوا خاوتنا. بأقمصة ليست من النوعية الأولى والأصلية، لذلك كل هذه الأمور وأخرى. وأعطيك معطى آخر في بعض التحقيقات، لا أضع أصبعي على تلك الدورة لكي أترك يعني مهام تلك المصالح تشتغل بكل أريحية. وجدوا، سجل عندك، مبلغ 4,200,000,000 من السنتيم كتكلفة ماذا؟ كتكلفة بيتزا وبعض الحلويات في إحدى الدورات التي نظمتها الجزائر مؤخرا. كيف لهذه أربعة ملايير ومئتين مليون؟ قال لك ما نحطش صبعي على وش من دورة، شان أو ألعاب عربية أو ألعاب بحر الأبيض المتوسط. 4,200,000,000 بيتزا وحلويات، لا إله إلا الله. زيدوا تابعوا معنا وزيدوا سمعوا. فيدرالية أن تعتني بالمنظومة المحلية وتعتني بالمنتخب الأول وهي تعاني الأمرين في الشهر الأول في عند تنصيبها. لذلك للذي يأتي الانتقاد ما حدث للمنتخب الوطني يوم 20، يعني مباشرة بعد المباراة الثانية، للذي يحاول أن ينتقد عليه أن يعود إلى هذا اليوم. المنتخب الوطني سوف يجري مبارتين
في تصفيات المؤهلة لكأس العالم رسميتين في ظرف 3 أيام، للذي سوف يأتي لينتقد يوم 20، عليه أن يعود إلى هذا التاريخ أولا ثم لينتقد مثل ما يشاء. لا يجب أن ننتقد ونغفل هذه الظروف المستعصية أمام أي ناخب وطني على الأرض. كيف له أن يجري مباراتين ورحلة طويلة في قارة اسمها إفريقيا أن نطالبه ب6 نقاط وبنتائج عريضة؟ تحدث، نعود لك لما قلت لي من معطيات. تحدث عن قضية اختلاس، قضية سرقة. أكو سمعتوا معنا الفيديو الأول هذا، قال لك كيفاش تحاسبوا منتخب في الاتحادية القديمة السينيات على الاتحادية القديمة، تكلم قبل ما نجيك المنتخب. الاتحادية الحالية لما جات لقيت مشاكل عويصة جدا وكبيرة، وتغارات كبيرة من الأموال، تغارات كبيرة ومشاكل. المشكل الأول من نحو الأموال، المشكل الأول هو الفريق الوطني سينياو باللي يلعب لو 16 ويزيد يلعب لو 19 في الموزمبيق 10 ساعات في السماء. كان قادر يسينيلو لو 21 يلعب، علاش تسينيلو لو 19 في السماء؟ تضيق له الوقت باش ما يلعبش مليح ولا كيفاش؟ دخلت لنا شكوك في نفوسنا دوك. كيفاش أنت الفريق الوطني عندك تقدر تسينيلو يلعب لو 21 يروح آلاز، يلعب لو 16 يقلع لو 17 يلحق لو 18 لو 19 في رياح، لو 20 لو 21 يلعب، علاش تسينيلو يلعب لو 19؟ سما هكذا راك تضيق الامور الفريق الوطني. هذه وحده. الاتحاديه الحاليه اللي اكتشفت واش دارت الاتحاديه الماضيه بدون ذكر الاسماء. والان زاد قال لك كيفاش تستناو في فريق وطني يروح الادغال افريقيا في ظرف 3 ايام، يلعب مباراة في الجزائر من بعد يروح الموزمبيق، تسناوه يجيب لكم 6 نقاط، 3 هنا و3 لهيه. قال لك لازم قبل ما تشوفوا باش تنتقدوا الفريق الوطني والمدرب الوطني، شوفوا واش كانوا واش الغلطات اللي دارتهم الاتحادية اللي فاتت. هذه وحدة. زيد الأموال اللي انترو خرج تاع القاتل الاتحادية الحالية اللي على راسها على كل حال وليد صادي، لقاو باللي كاين انترو دارجون اللي كبير بزاف، 4 ملايير و200 و2 ملايين اورو، عباكش معناتها 2 مليون اورو، راهي دراهم باهظة في اتحادية. سما لقاو هاد التغارات هكاك، المنتخب الوطني كان يمشي، والتغارات هادوما لقاوهم في الالبسة، ولقاوهم قال لك في البيتزا والحلوى. والله العظيم غير كارثه. ومن بعد يجوا ناس وينتقدوا الفريق الوطني ويقول لك المدرب فاشل، ومن بعد يقول لك كذا. شوفوا شو مخبي هاو، جبد الاتحاديه الحاليه، جبدت كاع الاسرار اللي كانت دايرتها الاتحاديه اللي قبلها. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم غير صعبه. شوفوا كيفاش كانت تسير الاتحاديه الماضيه. وزيد الحاجه اللي قاست مليح هي علاش تتوقع انه يلعب المنتخب الوطني يوم 19؟ كنتوا قادرين تعطوا له اريحيه بيومين واحد اخرين. سما هنا باينه باللي يريدون تكسير منتخب. هذا واش راني حاب، وهذا الشعب يحب كوره، يتنفس كوره، الدوله الجزائريه تحب الكوره، الشعب الجزائري يحب كوره، احنا نحبوا كوره، اليوتيوبر يحبوا كوره، التلفزيون الجزائري يحب كوره، لكن على بالهم باللي لما تقيس الكرة في الجزائر وفي الفريق الوطني ينهزم او يخرج من بطولة، ما عرفوا باللي يضربونا هنايا، يضربونا كاع اللي هدرت عليهم كاع، يضربوهم مورالمون، يخليك ماشي مليح. في ظل كنا قادرين نديروا حوايج كثيرة وكثيرة بهذا الفريق، علاش كنت ديروا هكذا الفريق الوطني؟ وعلاش هذه التغارات تاع اموال الفاسد؟ لا، انا نتمنى حاجة واحدة من الاتحادية الحالية اللي على راسها وليد صادي، نتمنى يكون فيه محاسبة على قد الحال. تغارات وين راحوا الاموال؟ قضيه اديداس، تريكوات لولاد الفريق الوطني الجزائري اللي دا كاس افريقيا في 2019 ولا يشري تريكوات دوزيام شوا باش يلعب بهم، عيب وعار. والله العظيم غير ما نقبلوا هذا الشيء لبلادنا، وان شاء الله طلبنا من السلطات العليا شحال من خطره ونزيدوا نطلبوا انه دير تحقيقات في هذا الامر هذايا، لانه ما يمرش مرور الكرام. هذه اموال الجزائر اللي كانت تختلس. لا ماشي هكذا، انا واحد منا والله ما نقبلها وما نحبهاش وربي ما يحبهاش. لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا نقولوا نطلبوا العافيه لهاد البلاد، ونطلبوا ان شاء الله من السلطات ديرنا تحقيق في هاد الشيء هذايا، ونطلبوا من الاتحاديه الحاليه تفتح
تحقيقات كثيرة وتتغمق في تحقيقات على الأموال اللي راحت في هذا الشيء هذا، قال لك في البيتزا والحلوى وتريكوات ماشي تاع الصح. المهم قلت لكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله الفريق الوطني ما ينقاش، هو لا فيترين تاع الكرة الجزائرية إن شاء الله في كأس إفريقيا هذه يدير واش دار لنا في 2019. وعلى بالي بلي الاتحادية هذه جات معولة باش تنحي هذا الفساد ديريكتومون بإذن الله. نقول لكم شاركوا معنا في قناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.